قلعة نزوى، إحدى أجمل القلاع العمانية من حيث التصميم المعماري، إذ تعكس إحدى وجوه الحضارة العمانية الأصيلة. بناها الإمام سلطان بن سيف اليعربي في مدة استغرقت 12 عاما، وكانت مركزا سياسيا وتاريخيا وتعليميا آنذاك. تتميز بكبر حجمها وإشرافها على واحة خضراء تضفي إليها جمالا آخر. الفن المعماري الذي تتميز به قلعة نزوى يظهر مدى ثقافة العمانيين الأوائل في هندسة البناء وروعة الصنعة، حيث تتميز القلعة ببرجها الدائري الضخم، وتضم عدة ممرات معقدة وفتحات متعددة لمرابطة المقاتلين المدافعين عن القلعة والمدينة خلال العصور القديمة. كما تحتوي القلعة على العديد من القطع الأثرية والأسلحة التقليدية والحلي التراثية، وتعتبر قلعة نزوى أحد أهم المواقع السياحية المحببة للسياح، والتي لم تكن مجرد تحصين دفاعي فحسب، بل كانت مركزا رئيسيا لتعزيز المعرفة الإسلامية والتعليم على مر العصور. عودة لكم مشاهدينا من جديد بعد أن شاهدنا ملامح من قلعة نزوى. بنكمل الحديث عن هذه الاتفاقية برفقة ضيفي المهندس خالد ميرزا. يعني المهندس خالد، يعني هنا يتبادر إلى إذهاننا سؤال جدا مهم، لماذا تم اختيار قلعة نزوى بالذات في هذه الاتفاقية؟ قلعة نزوى طبعا نار على علم، يعني قلعة نزوى لعبت دور كبير في حضارة وتاريخ عمان. هذه من الناحية الثقافية والتاريخية، لكن من الناحية الاقتصادية بطبيعة الحال تم اختيار موقع قلعة نزوى بالذات بسبب عدد السياح. يعني عندك قلعة نزوى يمكن من أهم المعالم التاريخية تستقطب السائح، أول موقع سياحي إذا دخل السائح لسلطنة عمان على طول قلعة نزوى تكون في باله. فبالتالي على أساس أن احنا نقدر يعني نخلق في الآخر بيئة اقتصادية مناسبة للشركات المتوسطة، بحيث أن تكون يعني تتفاعل معنا، لابد أن يكون لها مردود اقتصادي. بالتالي عدد السياح مهم جدا لإشراك القطاع الخاص في إدارة تشغيل المواقع هذه. يعني أنا أعود لفكرة الخدمات، أنت ذكرت راح تكون هناك خدمات محاكاة للحياة داخل القلعة من خلال مجموعة من الفعاليات. يعني هل هناك سيكون تنوع تجديد حسب المواسم؟ كل موسم له فعاليات يعني خاصة به؟ صحيح. طبعا في البداية إن شاء الله بداية السنة القادمة إن شاء الله شهر واحد راحين الشركة راح تفعل البوكينج أونلاين. البوكينج أونلاين راح يسمح للسائح بحيث أنه ياخذ فكرة عن الفعاليات اللي موجودة، سواء كان الفعاليات اللي تمارس خلال أيام الأسبوع أو خلال نهاية الأسبوع. هذه من ناحية. من ناحية أخرى راح يكون برنامج سنوي. البرنامج السنوي راح يتطرق إلى عدة فعاليات اللي راح تفعل خلال السنة. مثلا عندك فترة قطف الورود، راح يكون عندك موسم اللي احنا نسميها الفستيفال، هذه إعداد ماء الورد. السائح يجي يشوف كيف يتم إعداد ماء الورد اللي يستخدمه طبعا العمانيين في صناعة الحلوى. عندك الموسم الثاني في بداية الصيف موسم التبسيل الفاغور، قطف الرمان. فبالتالي ممكن السائح يزور قلعة نزوى في السنة 3-4 مرات من غير ما يتكرر له مشهد. وفي نفس الوقت فتح الأونلاين بوكينج راح يعطي للسائح الفرصة أنه يتعرف على الفعاليات هذه، نوعيتها، قيمة التذاكر. ومن ناحية أخرى يمكن من الأشياء اللي يصادفوها الناس حاليا أنه يقول والله رحنا قلعة نزوى وشوفناها مسكرة بعد ما قطع الساعتين تقريبا في الطريق.
ان شاء الله من شهر واحد خلاص، يعني حتى اذا طبعا تعرفوا القلاع والحصون معرضه اذا صار لا قدر الله سيل او شيء، فبالتالي حتى لو كان في اي نوع من يعني العرقله في 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 اداء العمل او اغلاق الكهف لسبب ما يتم التعريف عن طريق الاونلاين بوكينج. جميل ان يكون هناك ربط الكتروني حتى يتم يعني التعريف اكثر حوله. بالضبط. وذكرت الفعاليات، اعطيك من الفعاليات اللي انا اشوفها يعني مناسبه جدا مثلا للعوائل. احنا راح نضيف فعاليه صناعه الفخاريات. تدخل القلعه ويكون عندك عده منصات لصناعه الفخاريات، تروحين هناك يعطوك قالب من الطين. جربين. جميل. يعني الطفل ممكن يستانس ويتعلم، الأب ورب الأسرة، فبالتالي الفعاليات هذه هي اللي راح تخلي السائح الوقت اللي بدأ ما يقضيه في نزوة كانت نص ساعة أو ربع ساعة تكون 3-4 ساعات. جميل. كل ما زاد عدد ساعات اللي يقضيها في القلعة أو في نزوة طبعا تلقائيا المردود الاقتصادي راح يكون أكثر، لأنه أكيد خلال الفترة هذه راح يشرب قهوة من هنا، يأكل المطعم فلان، بالتالي هذا المردود الاقتصادي اللي راح يتسبب إن شاء الله. أنا أعتقد أنه المبادرة هذه راح فعلا تعمل نقلة نوعية للاقتصاد في المنطقة. فنتأمل إن شاء الله خلال التجربة. ما في عندنا يعني مواقع مشابهة تم إجراء فيها مجموعة من الخدمات غير قلعة نزوة؟ احنا بأمانة حسب اطلاعك، احنا بأمانة عندنا تقريبا قلعة الحزم او حصن الحزم اللي فيها مثل ما تقولي محاكاة، لكن المحاكاة هذه مش مثل ما يقولوا آدمية، فيها أجهزة وفيها مثل ما تقول بعض النصب التذكاري محطوطة. قلعة نزوة مثل ما ذكرت تدخلي الغرفة وتشوفين الفعاليات هذه لايف. نعم. موجودة أمامك. جميل. إحنا يعني في ختام هذا الحديث نريد أن نتعرف على الجدول الزمني لهذه الاتفاقية حسب ما تم ونص من خلال هذه الاتفاقية المهندس. إن شاء الله إحنا متوقعين بإذن الله تعالى على بداية الموسم الجديد. الجدول الزمني أمانة المفروض أنه على شهر واحد تقوم الشركة بالتجهيز الكامل للقلعة. وإن شاء الله يعني أتمنى من الناس اللي زاروا القلعة قبل ويزوروا القلعة إن شاء الله على شهر واحد فعلا هم اللي راح يعطونا الانطباع اللي راحين يواجهوه والتعليقات الإيجابية إن شاء الله. ومثل ما ذكرت يعني المبادرة هذه إن شاء الله راح تعطي زخم ودافع أمام الشركات المتوسطة والصغيرة. جميل. بحيث أن تتقدم وتشارك في إنعاش السياحة الداخلية للوطن إن شاء الله. كل التوفيق لكم بإذن الله. باكورة نقول يعني تعاون ناجحة. كل التوفيق لكم مهندس خالد بن محمد ميرزا مدير تطوير مشاريع بالشركة العمانية للتنمية السياحية عمران. شكرا جزيلا. حياكم الله. الله يحفظكم. الله يخليك.